مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة اليوم من برنامج المنتصف. أكيد فيها كثير من الأخبار والملفات في القضايا المهمة في كورتنا المحلية، لكن علشان ما نطول عليكم خلونا نشوف أهم وأبرز العناوين. الأخضر يضع اللمسات الأولية للطريق لكأس العالم. والأهلي يحكم قبضته على صدارة دوري جميل عبر بوابة الفتح. الاتفاق يزلزل النصر في الدمام والاتحاد قلب الطاولة على الخليج. الباطن يزيد من أوجاع وأزمة الشباب، الجابر في ورطة، الحل عند العويس. حياكم الله من جديد. ما شاء الله في الاستوديو الجو شوي بارد، لكن حنا نقول مع نهاية الجولة الثانية في أندية ريحت بالها خلصت الجولة بالعلامة الكاملة، الأهلي، الهلال، الاتحاد، الأمور كلها تمام بالرغم من عدم الظهور بالشكل المقنع، لكن في النهاية عطني 3 نقاط وشكرا. الشباب هذا ملف الحالة، يعني ملف غامض كثير، يعني ما تدري من وين تبدأ فيه كيف تنتهي، حكاية وقصة ثانية راح نتكلم فيها طويل اليوم. النصر في الموسم الماضي قلنا أنه موسم للنسيان، هذا بطل الدوري وفريق محترم وفريق متعوب عليه، لكن الواضح أنه بصراحة لا، النصر حتى في هذا الموسم ممكن يعني يعاني في المنافسة ويعاني في أشياء كثيرة. يعني أنا أعتقد أن الجماهير النصراوية أو حتى المشاهدين اليوم خلف الشاشات وهم جالسين يشوفون النصر يقولون هذا معقول النصر اللي بطل الدوري في الموسمين الماضية في هذا الموسم ناوي يكرر نفس الموسم الماضي؟ لكن بصراحة اللي جالس يصير في النصر أمر غريب، يعني في أخطاء اليوم شفناها من المدرب، لكن يعني انتم عارفين وانا عارف ايش الازمه الحقيقيه اللي في النصر، بعيد عن مساله والله اللاعب فلان حسين عبد الغني مدري ايش، المدرب ما لعب مدري، اللعيبه الاجانب ما حضروا بشكل كويس. النصر عنده مشاكل، متى ما تخلص منها المشاكل الاساسيه نروح لهذه المشاكل ونتكلم فيها. كل هالمواضيع راح نفتحها اليوم في هالحلقه، لكن خلونا في البدايه نرحب بضيوفنا، نروح للناس اللي متصدرة هناك في جدة، نقول حسن عبد القادر الناقد الحصري في برنامج المنتصف، حياك الله يا أبو محمد. هلا، مساك الله بالخير أبو إبراهيم، أمسي عليك وعلى الزميل العزيز محمد الشيخ أبو عبد الله وعلى جميع مشاهدي البرنامج وعلى الطاقم الموجود معك خلف الله يحييك يا أبو محمد. حتى أبو عبد الله اليوم وضعه كويس، ها في الدمام عبد الله معمين بس هو معمين لا اليوم لازم عبد الله مشتت، ابو عبد الله مشتت بين 3 أندية ايوه بدينا بالضرب. مساك الله بالخير محمد الشيخ. طيب ما يسمع لمحمد الشيخ ابراهيم. ايوه طبعا انا نص كلام حسن ما سمعته واخاف مثل الاسبوع الماضي يسحب السلك ويتحوز على الحلقة. أول شيء مبروك للأهلي صدارة الدوري، مبروك أيضا للاتفاقيين اللي منحوا الأهلي صدارة الدوري وقالوا أيوة. لهم يعني بلا حروف أبجدية بلا ذا خذوا الصدارة. أيوة. وأعتقد يا عبد الله خليني أختلف معك شوي. أيه. اليوم الاتفاق
هو اللي تجلى، النصر كان موجود حاضر حاول، لكن أعتقد صح. مع الحضور الاتفاقي اليوم سواء في الشوط الأول اللي كان ند للنصر وتفوق عليه بالتهديف، والشوط الثاني لعب بتكتيك يعني استطاع بالفعل أن يكتف النصر، حاول النصر، ولكن أعتقد حضور الاتفاق هو اللي أجبر النصر على هذا الظهور. صحيح الاتفاق. إبراهيم سام تفضل. بس معلش ابو عبد الله يقول لك الاتفاق اللي منح الاهلي الصداره هذا في حاله لو ان الاهلي خسر أيوة. او تعادل يكون فعلا له دور الفريق المنافس او انه وقف النصر، لكن الاهلي فاز، فاز بجهده وخارج ملعبه. انا اقول اليوم الصداره هي بلا هبة، يعني الاهلي لا هبات ولا حروف ابجديه، صداره نقيه. بس ترى في ناس كثير مو شايفه كذا يا ابو محمد. ها نعم، في ناس كثير مو شايفه كذا. ايش شايفه يعني؟ يعني شايفه انه في هدف ما ادري كيف جاء وفيهم. لا لا شوف، الاهلي الوحيد اللي صدارته نقيه بس. أيوة بالنسبه لانه تعبت كل اسبوع اكرره، ما عنده شك في الاهلي. يعني حسن ترى الكلام اللي تقوله انت مو نهائي. صداره نقيه ما فيها شكك يعني. ست نقاط من خارج. شوف انا خليني اتكلم جزئيه بسيطه بس اذا كم تطلع. ايوه شوف، الاهلي رغم الفوز في مباراه الاولى والفوز في مباراه امام اتفاق والمباراه الثانيه امام الفتح، الا انه ايضا في اخطاء فنيه يجب ان تعالج في الفريق الهلاوي. اليوم المدرب اخطا في جزئيه بسيطه، اخراج فتفة وحسين المقهوي في وسط الشوط الثاني من وسط الملعب، فرغ الوسط تماما لفريق الفتح. هذه اخطاء يجب ان تكون مرحله قادمه. نعم. مرحله تصحيح لهذه الاخطاء. أيوة. كان في اخطاء، لكن في المهم انك يعني لما تنهي الجولتين وامامك راحه 28 يوم انت متصدر، هذا تعمل يعني دافع معنوي وراحه نفسيه انك تعمل بهدوء بدون اي ضجيج وبدون مطالبات. صحيح، احنا راح نتكلم بشكل مفصل في كل هذه المواضيع. في صوت يا ابو ابراهيم، معليش صوت الاخوان في الكنترول عندي في اذني ترى بس ما يتردد. أيوة. طيب يا شباب حاولوا نضبط الامور، بنطلع تقرير نشوف مقتطفات لابرز واهم الاخبار في الرياضه السعوديه قبل ما ندخل في الحاميه، بس خلونا نشوف التقرير. ينطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعدادا لمباراتي تايلاند والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وسيكون تجمع اللاعبين في الرياض. كشفت لجنة الاحتراف أنها طلبت البطاقة الدولية للاعب الباراغواياني أيالا محترف النصر، حيث تم تحديد 5 أيام لوصول البطاقة، فيما لم تصل حتى هذه اللحظة البطاقة الدولية لمحترف الاتحاد التونسي أحمد العكايشي، وبذلك لا يستطيع المشاركة. تواجد فريق الرقابة على المنشطات في مباراة الباطن والشباب في دوري الجميل، حيث تم إبلاغ إداري الفريقان بالإجراءات المتبعة للكشف والتنبيه على اللاعبين بالالتزام بالقوانين واتباع التعليمات. اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدوليان السعوديان محمد الهويش وشكري الحنفوش ضمن قائمة النخبة للموسم المقبل بعد اجتيازه بالاختبارات الرسمية، ليرتفع عدد حكام النخبة السعوديين إلى 11 حكماً. حددت إدارة نادي الاتفاق 18 من سبتمبر المقبل موعدا للجمعية العمومية العادية لمناقشة التقارير المالية والفنية للعامين الماضي والحالي. طيب خليني أبدأ من عندك محمد الشيخ، نتكلم في المباريات راح نتكلم اليوم بالتفصيل، بس خلونا نروح للمنتخب السعودي اللي يبدأ بكرة أول مراحل الإعداد الحقيقية إن شاء الله لتصفيات كأس العالم. إحنا نعرف بأنه يعني لازم إحنا كجماهير وأيضا كإعلام وأيضا بالنسبة للمسؤولين في المنظومة الرياضية نقف خلف هذا المنتخب، لأنه اليوم الوضع مختلف. يعني اليوم إحنا نبغى نطلع كأس العالم بالغصب بالطيب بالرضا، إحنا نبغى كأس العالم. يعني الغياب الفترة الماضية هذا كله هذا موضوع احنا خليناه يعني خلفنا وجايين مرحلة جديدة، ونبغى هذه المرحلة تكون مرحلة مختلفة، مو مرحلة والله مختلفة إلا مرحلة يعني وضعنا الطبيعي. نبغى وضعنا في 94، نبغى لما تأهلنا 98، نبغى 2006، نبغى 2002 لما طلعنا كأس العالم، وضعنا الطبيعي احنا في كأس العالم. لكن احنا نعرف برضو انه في ظروف تمر فيها الكرة السعودية لازم احنا نتجاوزها. ايش المطلوب اليوم مننا كجمهور وكإعلام وكمسؤولين في المنظومة الرياضية في البلد؟ عبد الله أنا أعتقد يعني الأماني نعم، كلنا نتمنى أن يعبر منتخبنا إلى المونديال. شو المطلوب؟ أنا أعتقد واقع المنتخب قياسا بصعوبة التصفيات مش مطلوب منا الدعاء. أماني ودعاء، وإلا الواقع لا يبشر حقيقة. تشكيلة
ينطبق عليها مسألة الجود من الموجود، لا نحتاج يعني ونقول يعني في السابق كانت الاحتجاجات تصم الآذان تجاه أي تشكيل المنتخب، لأن أنت تحتار خمسة مهاجمين كل واحد أفضل من الثاني، هذا ظاهر بشكل جديد، هذا نجم سابق، هذا ركن اليوم لا، اليوم يدخل نايف هزازي المنتخب والناس تتفرج، نايف هزازي اللي مش قادر ياخذ له خانة، مش قادر يسجل هدف، مش قادر يرجع نايف هزازي اللي كان ذاك اليوم يعني في فترة سابقة، والناس متبلدة إحساسها تجاه المنتخب ومقتنعة. يعني إذا شلت نايف هزازي جبت ناصر الشمراني يعني، فالناس جالسة تتفرج. وليد عبد الله على كل الأفلام اللي سواها وليد عبد الله، أنت تشوف وليد عبد الله وتحط إيدك على خدك، مش لأن أنت والله صوتك مش مسموع، لأن تلتفت بدل وليد عبد الله، يعني هذا هو الواقع. وبالتالي لما أنا أقول تصفيات فيها اليابان وفيها استراليا وفيها كوريا وفيها إيران وفيها العراق وفيها بالفعل، وأجي أقيس مستوانا مع هذا الواقع، أقول والله لا، أنا أسأل الله أنه يسهل دربنا وأمورنا ونروح وتمشي معانا التصفيات. لا لا، واقعنا ما يمشي إن إحنا نقول قادرين ننافس ونشتغل شغل معنويات ونقول كذا، لا، هذا واقعنا اليوم، لا نجوم ولا خطة عمل، مدربنا اليوم احنا ما ندري شنو قاعد يشتغل شنو قاعد يسوي، رحنا معسكر اوروبي ما لعبنا ولا مباراة ورجعنا، وحيتوقف الدوري وحيصير في برنامج كله اساسا ضبابي، عمل غير معروف، وفوق هذا وذاك نجوم او نجوم لا اسف لاعبين ايوه لا يحفزون على رفع سقف التفاؤل، فقط الدعاء وبالبركة ان شاء الله. طيب خليني أروح لك يا أبو محمد وأسألك في نفس هذا المحور وفي نفس هذا السياق، إيش المطلوب منا في هذه المرحلة مع المنتخب السعودي؟ يعني واضح كلام محمد الشيخ أنه فيه يعني من وصف الواقع المتشائم لنا، يعني الواقع خلينا متشائمين غصب يعني، وهذا صراحة كلام يعني بنسبة كبيرة صحيح، لكن أنت عارف أنه اليوم الوضع الرياضي بشكل عام في المملكة فيه هدوء عجيب، يعني إحنا جالسين ننافس يعني جالسين نلعب مع بعض بس ما نلعب مع أحد ثاني، لا إحنا في دوري أبطال آسيا فالحين، لا إحنا في المنتخب السعودي فالحين، جالسين نلعب مع بعض، الهلال مع الأهلي مع النصر مع الاتحاد وجمهور وتصفيق وضرب في التويتر وشغل يعني، بس مع بعض إحنا مع نفسنا جالسين نلعب. المنتخب السعودي أنت عارف أنه هذه المرحلة هي مرحلة تعتبر مختلفة، ممكن بعدها يعني نقول خلاص قفلوا على المنتخب السعودي وخلاص يعني ما ندري شو نسوي فيه، نبدأ نتفرج على المنتخب لأنه بس منتخب وطن وبس جالسين نتفرج عليه، ما عندنا أي مثلا طموح من خلال المشاركات الجاية. أولا خليني أثني على كلام الزميل أبو عبد الله، كلامه صحيح، يعني ما في محفزات أمام المشجع السعودي أمام متابع أنه يعني يتفاعل أو يضع أنه الرؤية مستقبلية المنتخب السعودي أنه ممكن يكون أفضل من على الأقل الخمس ست سنوات الماضية، ما في مؤشرات. تكلمت أنت أبو إبراهيم عن موضوع الداخل، إحنا محتفلين بالأهلي الهلال الاتحاد، ده ترى اللي بيصنع الفرحة الآن في الدوري السعودي هم اللاعبين الأجانب، أيوه يعني أغلبهم اللاعبين الأجانب هم اللي بيصنعون الفرحة للجماهير السعودية هنا، تيجي على اللاعب المحلي، ما في اللاعب المحلي اللي ممكن تقول هذا نجم ممكن يعتمد عليه، ممكن إنه يشيل منتخب، يعني نتكلم عن جيل يوسف الثنيان، فؤاد أنور، محمد نور فسابقا يعني كان فترات مع منتخب، خالد مسعد، محمد خليل والله يرحمه، أحمد جميل، محمد عبد الجوال، أسماء لما نتكلم كل لاعب فيهم كان، فهد الهريفي طبعا، كل اسم فيهم واحد طبعا، جيل طبعا ماجد عبد الله يعني على راس القائمة، هذا ما حد ينساه من, من, من أيام 84 في سنغافورة، تتكلم عن جيل كل لاعب فيهم لوحده 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 عنده قاعدة جماهيرية، كل لاعب مكون قاعدة جماهيرية لوحده لأنه نجم فيه على مستوى الكرة السعودية على مستوى نادي. تجي الآن تعال خلينا نتكلم بالمنطق قليل، جيب لي 11 لاعب الآن سعودي ممكن تقول دول اللعيبة ممكن ينافسوا إيران، اليابان، استراليا، كوريا، الصين. يعني للأسف أنت على فكرة إحنا ما نظلم مارفيك ولا نظلم الجهاز اللي ده، لأن هذه بضاعتك، ما عندك غيرهم. يعني اللي في ناس معلش في ناس خيالها واسع يقول لك تعال ابحث في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى، ترى هذا كلام فاضي. ايوه الأندية كلها بتعرف يعني الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، ترى عندهم كشافين في هذه الأندية
بالعشرات ومحبين ومخلصين بس ابو محمد نعم احنا هذا واقعنا صحيح، لكن احنا ايش سوينا المنتخب السعودي خلال هذه الفتره؟ انا ماني شايف مباريات وديه، ماني شايف فتره اعداد مختلفه. انا سالت وضع مربك شويه. انا سالت يا ابو ابراهيم يعني الاستاذ طارق كيال امس، سالته عن اول شيء اللاعب محمد كنو، كان وانا الكلام ده قلته في الحلقه الماضيه صحيح. قلت انه انا اتمنى لاعب زي محمد كنو انكم قلت المنتخب السعودي لاعب يمتلك كل الحلول ولاعب جيد ويعني على الاقل انت اذا ما شارك مع المنتخب في هذا السن متى يشارك؟ صح. قال لي محمد كنو حيكون في المنتخب بي، في منتخب بي المنتخب السعودي عاملينه، حيكون منتخب بي تحت اشراف الكابتن يوسف عنبر، هو مدرب منتخب بي، حيكون من ضمنهم اللاعب محمد كنو. يعني رايه هم، عنده وجهه نظر، لكن انا وجهه نظر ما انا مقتنع بالكلام. الامر الاخر سالت عن مباراه لاوس، يعني من منتخب لاوس اللي لعب معاه قبل تصفيات كاس عالم؟ قال لي اصلا ما هي مباراه، هذه هتكون مناوره مع منتخب لاوس، وعملت بناء على طلب المدرب مارفيك. انا لما تقول لي هذا الكلام، شوف منتخبات تستعد مع منتخبات عالميه وتحتك صح، وتلعب وعندها لاعبين في اوروبا وعندها اسماء كبيره ولعيبه بالملايين، بس ملايين تسوى يعني قيمه فنيه داخل ارض الملعب وقيمه ماديه خارج ارض الملعب. انا اتفق معاهم في هذا الجانب، لكن احنا للاسف عندنا الامر مختلف تماما. عندنا قيمه ماديه خارج الملعب، لكن قيمه فنيه داخل ارض الملعب ما في، ما في اللاعب السعودي اللي يوازي قيمته الفنيه قيمته الماليه. ملايين يعني مبالغ عالية جدا في تعاقداتهم، لكن المستوى الفني داخل أرض الملعب صفر. يعني نقول صفر على مستوى الآسيوي، لكن محليا ممكن يكونوا كويسين على مستوى الخليج، لكن على مستوى منافسة مع أستراليا واليابان وكوريا والصين وإيران أقول لهم لا، المستوى محبط. أنا أقول لك الآن ما علينا، لا إحنا وصلنا لمرحلة التبلد، تبلدنا، طالبنا، حاولنا، اجتهدنا، قدمنا حلول. من هذه الحلول اللي ما زلت مصمم عليها الآن هذا وضعنا. إيش الحل؟ نتطور، نتطور إحنا نجنس، مو عيب يا ابو معيب. يا ابو محمد يعني كلام كلام معيب. انتم تلفون الدورون على موضوع عمر السومه، مو معقوله انا لا 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 مو معقوله انا اتعلق بعمر السومه علشان اطلع كاس عالم. لا لا مش معقوله يعني. عمر السومه غير عمر السومه، دور غير عمر السومه وجنسوه، مو لازم. احنا ممكن نجيب لاعبين يخدموا المنتخب ويتطبقوا مع شروط الفيفا و... أيوة. وما اقول لك عمر السومه، عمر السومه رغم انه المدرب مارفك يريده يحتاجه، وهذا خذ كلام على ثقه مني، مارفك بعد مباراه السوبر قال احتاج عمر السومه لو كان في امكانيه حل لدى الاتحاد السعودي او لدى الهيئه من الرياضه نجلسه محتاجه، لكن خلي عمر السومه. احنا ما نحتاج لاعب واحد على فكره، ترى عمر السومه مو سوبرمان يجي المنتخب يغير كل شيء، لا كلام صحيح. انت اذا محتاج اربعه الى خمسه لاعبين عمود فقر المنتخب، طيب. لعيبك ثقال يشيل المنتخب السعودي، طيب. فهذا من ضمن الحلول. أما الوضع الحالي أنا أقول لك هنذهب إلى تصفيات كأس العالم وسنرجع بخفي حنين. هذا كلام خطير جدا لو دخلنا كأس العالم بالوضع اللي إحنا عايشين فيه الحين، لأنه واضح إنه في حالة ركود وفي جماعة مشغولين في مسألة تمديد وما تمديد وأشياء كثيرة، مواضيع كثيرة ما ودي أتكلم فيها اليوم. بس خلينا نشوف الاتفاق اليوم اللي خرج بأول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دوري جميل على حساب النصر. الاتفاق قدر يتعامل بالمنطق مع مجريات هالمباراة وخرج يعني بفوز ثمين ومرضي ومقنع، وحكاية جديدة للاتفاق في دوري جميل. مشاهدين متابعين الأعزاء ما كنتم طبتم وطاب مساؤكم. يدخلون ويسبقهم تاريخهم النصر بالأزرق والاتفاق بالأخضر، والهدف في النهاية الانتصار. مبكرا الزقعان استغل تباطؤ حسين، خطف الكرة، مررها عرضية، هزها فوق الحارس، مرت بجوار القائم. والمحاولة والكرة جول. زوران يبحث عن دخول فريقه للمباراة. أولى محاولات النصر خطأ نفذه توماسو بعيدا عن المرمى. رائعة جداً. السهلاوي ظهر بعد أن وصلت له الكرة من ربيع، تهيأت له، سددها الكسار في الموعد، يوقظ أول هدف في المباراة. في الجهة الأخرى العنز ينقذ هدف اتفاقي من تسديدة زكعان، لكن الهدف بعدها لم يتأخر، راسية ألفيس على يسار العنزي، هدف اتفاقي أول. الكرة العرضية بالرأس، جول. الهدف الاتفاقي الأول. إدي الشرقية يسجل، والفتيل الاتفاقي يشتعل، يشتعل الفارس الدمامي لا يعوف الشبك. توماسوف من خطأ آخر، عرضية لربيع لعبها بجوار المرمى الخالي.
ثواني، الكرة أمام هجوم النصر من عرضية توماسوك لم يستغلها أحد. آخر دقائق الشوط، الكرة من السهلاوي ارتدت من العارضة والثانية من توماسوك أنقذها الكسار. لعب الكرة إلى السهلاوي، فرصة الشوط ينتهي، الاتفاق الأفضل في النتيجة والأداء. إلى حد الآن الشوط الثاني على وشك البداية، حسين وربيع يشرحان طريق العودة. بسم الله الرحمن الرحيم، تنطلق المباراة في شوطها الثاني. الاتفاق كاد أن يصعب من موقف النصر بهدف آخر، لكن تسديدة أبو بكر مرت بجوار القائم. النصر فرط مجددا بالتعادل، السهلاوي يمر لتوماسوف سدد بعيدا عن المرمى. التسديدات المتوالية على مرمى كسار. آخر الدقائق، السهلاوي لداية بالراهب كانت نهايتها كسابقاتها. كرة خطيرة تعود، الدربكة حاضرة والكرة إلى خارج الميدان. خطر حسين سددها خطيرة وكالعادة تصدى لها الكسار. يا سلام على حسين ويا سلام أيضا على الكسار. انتهت المواجهة، الاتفاق يحقق كل انتصار الأول. يفوز في أول مواجهة بالنسبة له على فريق نادي النصر العالمي بهدف مقابل لا شيء بعد أداء وجمل فنية تكتيكية جميلة جدا. يعني بصراحة بوادر إيجابية بالنسبة للاتفاق، الظهور بشكل مميز في هذا الموسم من خلال هذه المباراة. اختلف الاتفاق عن أول جولة شفناها وعن الجولة الثانية. راح أروح لمحمد الشيخ أتكلم، بس خلوني أرحب في البداية بأيضاً المحلل التحكيم الحصري لبرنامج المنتصف كابتن ممدوح المرداسي. حياك الله يا أبو محمد. هلا بك، هلا أبو إبراهيم، رحب فيك ورحب في الزملاء ورحب في السادة المشاهدين. راح نتكلم إن شاء الله في هذه المباريات وأيضاً في هذه المباراة والمباريات اللي اليوم أقيمت في الجولة الثانية كانت هي الختام، لكن خلينا نروح لمحمد الشيخ. محمد، الاتفاق اليوم منضبط في الملعب وأظهر يعني مستوى، ظهر بمستوى مميز، وكان الضحية النصر. بالفعل اليوم اللي حصل في المباراة هو الانضباط التكتيكي للاعبي الاتفاق. هذا الانضباط تولد على أثر ما حدث من أخطاء في مباراة الأهلي، كانت أول مباراة للفريق أمام حامل لقب، أمام فريق للتو محقق بطولة السوبر، بالتالي أحدث حالة من الارتباك. فضلا عن حتى الارتباك اللي حدث، هو ارتباك فردي، يعني كانت أخطاء فردية تسببت في الرباعية، والرباعية أبدا لم تكن تعبر عن واقع المباراة. المباراة كانت فيها حالة ندية بين الأهلي وبين الاتفاق، حتى مع دخول هدفين في الاتفاق، الاتفاق لاحق بهدف، يعني حتى الهدفين الثالث والرابع جاء واحد في الدقيقة 80 واحد في نهاية المباراة، واحد من خطأ مدافع. أبو عبد الله، الاتفاق ماخذ 4 في الجولة الأولى وتقول في ندية في المباراة، وين ندية مع ذي؟ لا رجع، يعني شوف أنا ضد مسألة الكلام عن استحواذ وما استحواذ. يجيك واحد يقول لك خذ الاستحواذ وعطنا المباراة. أنا أبو عبد الله لما أشوف 4-0 يعني خلاص الموضوع منتهي بالنسبة لي. يعني لا أحيانا بالفعل النتيجة لا تعبر عن واقع المباراة. بالفعل يعني حسن شاهد المباراة، الاتفاق قدم مباراة جميلة. الأخطاء، حتى لو أقول لك الأخطاء، يعني تخيل خطأ تيسير الجاسم جالس في في في, في الأرض ياخذ كرة، مدافع يكسر التسلل، يعتدل ياسر تيسير ويسجل بلنتي في الأخير. يعني أنا أقول حدثت أخطاء أعطت هذه النتيجة، ومن ثم ولد اللي ما شاف المباراة أن الانطباع الاتفاق كان سيء. لا، اليوم عالج هذه الأخطاء الفردية، نجح أنه يقتنص هدف في الشوط الأول، نجح في الشوط الثاني أن يلعب بدفاع منطقة مميز جدا جدا جدا. النصر هاجم، النصر هدد، الكسار كان متجلي، لعب الاتفاق بهجمات مرتدة كانت غاية في الروعة، وبالتالي استحق الثلاث نقاط. أنا عبد الله تسمح لي أيضا الأستاذ ممدوح المرداسي، أتمنى يعني إذا كان شاهد مباراة الاتفاق والنصر كاملة، أنا أعرف أنه لا يستطيع أن يشاهد أكثر من مباراة في وقت واحد. إذا شاهد مباراة الاتفاق كاملة، أتمنى أن لا يعني بعض المحللين التحكيميين يركز، وهذا أوكي عمل في النهاية، يركز على حالات 4-5-6-7 يقول هذه الحالات المهمة. أنا أتكلم عن إدارة مباراة بشكل عام، كيف الحكم سير المباراة، كيف ضغط هذا الفريق، كيف أكثر من الفاولات على هذا الفريق، كيف يعني وزع الكروت على هذا الفريق على حساب الفريق الآخر،
كيف أدار الكفة بتوازن، لا أقول بعدالة، لا نشك في عدالة ولا في ضمير، بتوازن. طيب. أتمنى من الأستاذ ممدوح يعطيني هذا الانطباع إذا كان شاهد المباراة. طيب خليني أروح الحسن وراح أرجع الكابتن ممدوح علشان يفصل في هالمباراة. لكن أبو محمد، يعني اليوم لما فاز الاتفاق على النصر، الاتفاق كان كويس ولا النصر كان سيء؟ لا يعني شوف، أنا كنت صادق معاك، الواحد في ثلاث مباريات في وقت واحد أنت بتتابع جزئية من كل مباراة عشان على الأقل تطلع يعني شبه تصور عن الكلام اللي بتقوله. وأنت أكيد أنك كنت مع ال أنا مع كل المباريات بتفرج. أي صح. الاتفاق اليوم كان في انتباه، يعني في انضباط فعلا تكتيكي بشكل ممتاز جدا. يعني مدرب زي جميل بالقاسم خبير في المنافسات السعودية، وصعد كثير من الأندية إلى الممتاز، ومدرب خبير وعارف كل شيء عن الكرة السعودية. مع الاهلي بامانه جميل بالقاسم غامر، يعني ما تفتح ملعب مع فريق زي الاهلي، ما تفتح ملعب معه. يعني يجب انك تحترم قدرات كل فريق منافس وتحترم قدرات فريق. انا ما اكلم الاتفاق احد اهم اركان الكره السعوديه، وهذا لا جدال فيه. يعني اليوم انا سمعت احد من زملائي يتكلم يقول لك ان الاتفاق قادر يحرج الانديه الكبيره، الاتفاق احد الكبار صح. في الكره السعوديه، وهذا كلام ما في اي جدال، لانه اللي قال الاتفاق ما يعرف تاريخ الكره السعوديه. لكن مباراه الاهلي الاولى انا اعتقد انه خطا مدرب، وبالدليل انه حتى المركز الاعلامي لنادي الاتفاق بث بعد المباراه خبر انه في اجتماع مع المدرب ناقشت اخطاء اللي وقعت في مباراه الاهلي. كان في اخطاء واضحه، يمكن يعني الكل شاهدها، انه يعني غامر نوعا ما وفتح الملعب امام فريق زي الاهلي. تفتح ملعب امام فريق زي الاهلي طبيعي، عنده قدرات هجوميه عاليه، عنده لعيبه ينفذون خطه تكتيكيه، يستطيع الوصول لمرماك زي ما قال الزميل ابو عبد الله في الدقيقه 85 في اخر المباراه، تقدر توصل في اي لحظه لانه فريق جاهز يعني وخارج من سوبر وفي كل عنده كل الحلول. مباراه الاتفاق اليوم تلافى هذا الوضع، النصر ضغط وصل لمرمى الكسار كان فعلا احد الجنود البارزين والمجهولين في مباراه اليوم، تصدق. لكنه في المقابل كان الاتفاق واصل لمرمى النصر، اضاع عديد من الفرص، وصل لمرمى العنزي اضاع فرص امام المرمى في خط السته، كان الزعاق من الناس اللي وصلوا المهاجمين لمرمى العنزي. الاتفاق اليوم فوز مستحق. انا اتمنى انه لما نتكلم عن الاتفاق ما نتكلم انه فريق صغير يقابل فريق كبير، لا، هو فريق كبير لم تقف مع الظروف فترات هبط الدرجة الأولى عادي لما كانوا الطبيعي واستطاع أن يفوز. أعتقد أن الاتفاق مهيأ بشكل كامل أن يفوز، يحتاج إلى بعض التعديلات. دفاع الاتفاق يحتاج إلى قائد حقيقي في مركز الدفاع. ما أدري أبو عبد الله يدني في هالرأي وما يدني، لكن أنا أرى أن الاتفاق يحتاج إلى قائد حقيقي في هذا المركز. طيب احنا راح نتكلم ان شاء الله في كثير ايضا من التفاصيل في الموضوع، لكن خليني اروح الكابتن ممدوح. يمكن بعد المباريات لازم كابتن تعطينا يعني الزبدة، ها؟ خليه يعطينا من امس بس مباراة التعاون والهلال. ايش المباراة اللي امس؟ مباراة امس حقت امس. هذه ان شاء الله بنفصل فيها ان شاء الله. طبعا انا برد على الاستاذ محمد الشيخ. ابو محمد، استاذ محمد الشيخ، بالنسبة اللي امس اللقطات، لا لازم يجيبها. اي جايبها هو، بس مو باليوم، راح يجيبها يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. طبعا بس بالنسبه للنقطه هذه، الاستاذ محمد الشيخ طبعا يتكلم انه يقول تفصيل كامل عن الحكم. طبعا استحاله انك تحكم حكم يعني قطعي وجازم على الحكم، لازم تكون تشوف المباراه بشكل عام كامله، ومش من التلفزيون، من الملعب صح. عشان تشوف تحركات الحكم، تشوف كيف يتعامل مع اللاعبين. ولكن احنا بالتلفزيون انت ترصد مجرد يعني راصد لبعض الأخطاء. فإحنا الآن جبنا أبرز الأشياء نشوفها الآن. مباراة الاتفاق ومباراة عندنا طبعا أخذنا أربع حالات. أيوة. الحالة الأولى نشوف الآن احتكاك بين مهاجم الاتفاق وحارس النصر، نشوف الآن نشاهدها. نشوف الآن حال الحارس، نشاهدها بأكثر من زاوية. الحارس لم يتجه إلى الكرة وبحث عن قدم المهاجم، وبالتالي ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الاتفاق. نشاهدها ثاني مرة، أكثر من زاوية، ركلة جزاء لم تحتسب، بالرغم من موقع الحكم كان ممتاز، ولكن تقديره يمكن أو مضايقوا لاعبين أو حاجب الرؤية. نشاهد الحكم الخلف، ركلة جزاء لم تحتسب بس لصالح. ما في أي احتكاك. لا، نشاهد الآن القدم. أيوة، نشاهد الآن القدم مع نشاهد الآن مرة ثانية. لم الحارس النصر لم يلمس الكرة نهائيا، واحتك في المهاجم، وبالتالي ركلة جزاء مهاجمة بإهمال. طيب الحالة الثانية، نشوف الآن، نلاحظ موقع الحكم جيد ممتاز، ونلاحظ الآن هنا حصل مسك من مدافع الاتفاق
لمحمد السهلاوي نشاهد الآن أكثر من زاوية نعلق عليها. موقع الحكم كرة ثابتة، إذا كانت دائما الكرة ثابتة تكون سهل على الحكم أن يتخذ قرار أكثر مما تكون الكرة متحركة. نشاهد الآن، نشاهدها مشي اللعبة الآن، نشاهد الآن هنا حصل مسك من، نشاهد الآن أيوة نتابع الآن مسك وركلة جزاء لصالح النصر لم تحتسب، وزاوية الرؤية كانت واضحة للحكم والكرة كانت ثابتة. ممتاز. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة طبعا عندنا هنا تسلل مساعد الأول، نشاهد الآن أعلن عن تسلل، نشاهد الآن لقطة ثانية هل هو تسلل صحيح أم لا، بالإعادة يبين، نشاهد الآن، نشاهد الآن لاعب المدافع أقرب إلى خط مرمى منافسه من الكرة وبالتالي تسلل غير صحيح، بالخط يبين واضحة الكرة وتقدير غير صحيح للمساعد. الحالة الأخيرة والحالة الرابعة اشتراك مع الحارس مع المهاجم النصر نايف هزازي أيوة، نشاهد الآن طبعا المنطقة المرمى هذه منطقة للحارس، منطقة الحارس محمي فيها الحارس، ونشاهد الآن فيها احتكاك وخطأ صحيح احتسب الحكم على نايف هزازي. مجملا مجملا المباراة ليست بالسهلة، فيها تحركات وفيها، والنتيجة 1-0 متقاربة بس فيها أخطاء، ولكن عنده بعد هنا عندك ركلتين جزاء طبعا مؤثرة في قرارات يعني الحكم أثر، فبالتالي يحصل الحكم 7.5 لأن في قرارات مؤثرة على المباراة. والله أنت كريم يا أبو محمد. ها لا طبعا اذا هذا في العالم التقييم اذا حصل على اخطاء مؤثره لا تتجاوز درجته 7.5. طيب الاهلي ايضا ممكن يرفض كل شيء الا صداره الدوري الجميل، فاز على الفتح اليوم بهدف وخلص المباراه. خلونا نشوف الاهداف. حط حامل اللقب رحاله في الأحساء حيث يلعب في ضيافة فريق المدينة الفتح حامل نفس اللقب قبل 3 مواسم. مباراة انطلقت والكل يتوقعها نارية ثأرية لبطلين ينتظر منهما الإثارة خاصة حين تكون المباراة في الأحساء، لكن ما حدث على أرضية الميدان عكس ذلك تماما. هدف مبكر منذ 10 دقائق الأولى في المباراة للأهلي، ركنية تتجاوز الحارس والمدافعين لتصل لمعتز هوساوي الذي أرسلها للمرمى هدفاً أهلاوياً أولاً. لكن أمام المدافع الرائع والمميز معتز لعب الكورة بشكل رائع وجميل، لعبها والله ولا على طريقة مهاجمين رائعين وكبار يلعبها، برافو. استمرت 35 دقيقة التالية للهدف في الشوط الأول بنفس رتم المباراة الهادئ جداً. الحكم يطلق صافرته منهيا الشوط الأول، يبدأ الشوط الثاني والأمور كما هي، مجرد حالات جدلية تحكيمية دون تغيير في النتيجة. الفتح يهاجم من كل الجهات لكنها هجمات خجولة لا تبقي لها أثر. تتواصل الدقائق والفتح يصحو أخيرا، يهاجم ويهاجم ويهاجم لكن النتيجة تظل كما هي. يطلق الحكم صافرته، الضيوف ينتصرون بهدف معتز، 3 نقاط لحامل اللقب، انتصاره الثاني في ثاني لقاءاته وخسارة ثانية على التوالي للفتح. ألف مبروك للنادي الأهلي، نادي الفتح حارلك للمباراة الثانية على التوالي. طيب خليني أبدأ من عندك حسن في مباراة الفتح والأهلي اليوم. الأهلي خلص الموضوع، قال لك أنا متصدر وخلوا فترة توقف ونروح المنتخب السعودي وبعد ما نرجع يصير خير. لكن ممكن السؤال اللي كثير ناس تسأله يقول لك معقولة الأهلي يعتمد على صحوة السومة؟ شوف خلينا أكون يعني واضح معاك في مباراة اليوم تحديدا. يعني غوميز الآن ممكن المعسكر معاهم طبعا، مو مدرب جديد وعارف الدوري السعودي والموسم الماضي وعارف قدرات كل اللاعبين الموجودين.
ما زال يطبق تكتيك جديد مختلف عن التكتيك اللي طبقوه خلال الموسمين الماضيين مع المدرب غروس، اللي هو كان لعب عن طريق الأطراف. غوميز واضح أنه كان يعتمد على اللعب عن طريق العمق، وهذه طريقة جديدة تحتاج إلى وقت حتى ينسجم، حتى تحتاج حتى نوعية لاعبين مختلفين في خط الوسط غير اللاعبين يعني، أو يحتاجون تطبيقها بشكل آخر يعني. اللاعبين الحاليين لازم يتعلمون عن طريقة اللعب عن طريق العمق، الطريقة يريدها المدرب، وهذا من حقه كمدرب. اليوم في مباراة الفتح المستوى ما كان مقنع بشكل كامل الأهلاويين، هو كان الأهم النقاط، أخذ النقاط وتصدر الدوري بعد الجولة الثانية أمامه فترة 28 يوم. صح يعني في تصحيح بعض الأخطاء، لكن أقول لك كمستوى عام لا، في خطأ وقع فيه المدرب أنك تسحب اثنين من لعيبة الوسط حسين المقهوي وفتفة وتنزل المؤشر ومهند عسير وتفرغ الوسط لفريق الفتح، هذا خطأ ما يقع فيه أي مدرب. يجب أن يتنبه المدرب لهذا الشيء، ويجب أن يكون هناك يجلسوا على طاولة واحد مع مدرب يناقشونه في بعض الأشياء القرارات الفنية تتخذ أثناء المباراة. لا نقلل إمكانية المدرب كإمكانيات وقدرات، لكن برضو أي مدرب يحتاج أن أحد حواليه يعني يتناقش معه هذه الأخطاء. تتكلم عن الأهلي كفريق، أنا أقول لك الأهلي الآن كفريق اللي بيحصل مع الأهلي ترى مو صدفة ولا ضربة حظ ولا شيء يعني. أنا بتكلم لك أمامك شواهد الآن. فريق الآن له قرب الثلاث سنوات، في ثلاث سنوات خسارة واحدة أمام النجران على ملعبه، خلال ثلاث سنوات محقق أربع بطولات، خلال ثلاث سنوات صدارة المدرج بالأرقام، صدارة الهدافين على مستوى الفردي للاعبين وعلى مستوى الجماعي للفريق وعلى مستوى المدرج. تكلم عن أعضاء الشرف، أظن الأمير خالد بن عبد الله عملة نادرة في أعضاء الشرف. قبل بداية الموسم ضخ 68 مليون، صفر الديون، أنهى كل الصفقات، وقع مع أهم اللاعبين إلى 2020، السومة، المؤشر، اللعيبة المهمين إلى 2020. الأهلي حالة نادرة في 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 تعاطي محبيه معاه، في اعضاء شرفه، في تواجده الان داخل الملعب من انتصارات متتاليه. هذه الامور كلها يعني ما تحقق. الاهم من كل ذلك ان الاهلي صدارته ما حولها شبهات، وانا كلامنا ما اقوله عشان اكرس على حد ثاني. أيوة. لكن ما حولها شبهات. طيب. ست نقاط نقيه، لا فيها هديه ولا فيها حروف ابجديه. طيب حلو، خليني اروح لمحمد. اسالك محمد يعني بنفس، خليني اقول لك ما انتهى فيه حسن. اليوم صدارة الأهلي بلا شبهات وصدارة نقية؟ أنا والله أنا أحب حسن عبد القادر، لكن الكلام بهذا اللهجة يعني أنه هذه نقية، ومعنات أنه الأطراف المنافسة غير نقية. كلمة غير نقية في كرة القدم معناتها وراها ما وراءها. نعم في هذه المباراة حدث خطأ تحكيمي، في تلك المباراة خطأ تحكيمي، وسيحدث للأهلي، سيستفيد من أخطاء تحكيمي وسيتضرر من أخطاء تحكيمية. ولكن يجب أن لا يعني ألمز وأغمز بأن هناك أيادي خفية أو غرفة مظلمة تشتغل لمصلحة المنافسين ضد الأهلي. هذا كلام خطير من جهة، يحتاج أدلة من جهة، ولا أعتقد يعني أنه النصر، الهلال، الاتحاد المدري مكوشين على الاتحاد السعودي وعلى لا 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 لا. يعني انا اتفق مع حسن، في حكام على قولتهم يعني يسوون لك جريمه تحكيميه بين قوسين داخل الملعب، في اخطاء تكلف نتيجه مباراه. لكن مساله وجود مؤامرات وايادي خفيه هذه انا اتمنى ان انا ما نروح فيها يعني كثير. نعم لا مؤامرات تتعلق، أنا أخذها مني أقولها، لا مؤامرات تتعلق بالاتحاد السعودي على أنه هناك غرف تعمل في الاتحاد السعودي ضد هذا النادي أو ذاك. نعم ليست هناك شبكة تحكيمية لسحب المنجز من هذا والاستحقاق من هذا الفريق لمصلحة هذا الفريق. صحيح. لا يوجد. نعم هناك أخطاء تحكيمية ترقى إلى مسألة أن هذا الحكم يفترض أن يعني يوقف عن المباراة وأخرى وثلاث وأربع. بس تصدق يا أبو عبد الله، تفضل، تصب في مصدر يعني. خلينا نتكلم، معليش انت رجل شفاف انا اعرفك يعني، وتتكلم بوضوح يعني. في مباراه الهلال الاولى امام الباطن انت بنفسك تكلمت انه هدف الهلال صحيح. كان هدف غير صح غير شرعي. إيه؟ طيب مباراه التعاون امس ضربه جزاء مستحقه للتعاون في الدقيقه 2 كان ممكن تغير مجرى المباراه بالكامل امس يعني. ما خلينا نفترض ان حسن عبد القادر ذا زي ما بيقول ضد الهلال، اوكي انت خذ كل اراء خبراء التحكيم ومن ضمنهم الاستاذ ممدوح موجود عندك الان. امس لو الدقيقه 2
ضربة الجزاء الواضحة وضوح الشمس للتعاون ما كان تغير مجرى المباراة، ليه الفريق منها مستفيد واحد؟ يعني هذا السؤال، ليه في المباراة الأولى استفاد في هدف غير صحيح، المباراة الثانية استفاد في هدف يعني ضربة جزاء كان ممكن تغير المباراة غير صحيح، ضربة الجزاء اللي احتسبت الهلال من خارج المنطقة التنفيذ كان خاطئ. يعني لما أنا طيب لما تأخذ كلام حسن، خذ كلام كل خبراء التحكيم وأجمع الكلام اللي قاله أمس، تجد أنه في شيء. الفريق اللي مستفيد من هذه الأخطاء هو فريق واحد. أبو محمد، أنا لا أعفي وجود حكام قد يؤدون إلى تغيير النتيجة، ولا أعفي أن حكام مستواهم من التدهور بحيث يسببون بلبلة في المنافسة الكروية عندنا، لكن ما فيني أتكلم بهذا النفس نقية مش نقية، أيادي خفية أصابع من أنا يعني أحاول يعني لو ألمس بالفعل. يعني اليوم في مسألة نادي المجزل، لا 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 لا، إثبات بأن نادي المجزل تلاعب في مبارياته مع الجيل وثبت عليه بالدليل. أتكلم بالفم المليان، وتعال يا مجزل روح قاضيني، وتعال يا رئيس المجزل سوي اللي بتسويه، عندي مستمسك في يدي. لكن نعم. حسن أقول شو دليلك؟ يقول والله حاكم الرأي رفع فاول، ما رفع فاول. أقول طيب. هذه لا ترقى إلى مسألة طيب بقول لك شبهة أو حتى مسألة اتهام. لا لا لا، أنا كلامي عبد الله، ليه المستفيد فريق واحد؟ ليه أكثر الفريق هو المستفيد؟ طيب هذا معلش النصر، النصر في مباراة النجوم، ايوه النجوم ها طيب. انا ابو عبد الله معلش، ابو عبد الله معلش بقول لك حاجه، انا بس الحلقه عندي شوي مضغوطه، ودي والله اخذ كل ارائكم ونقاشاتكم، بس تعرفون الوضع شوي اليوم. خليني بس اكمل جمله، عندنا اربع مباريات، يلا في اقل ربع دقيقه ابو عبد الله. انا اقول حدث يعني خطا تحكيمي في مباراه النصر والنجوم، هل اقول انا مثلا انه هناك يد جات تسقط نادي النجوم لمصلحه نادي النصر؟ لا، حدث خطا ويتحمل الحكم وقد يؤثر في المنافسة وقد يؤثر في المباراة، لكن لا أتهم بهذه الطريقة يا أبو محمد. طيب يعني لأجل نظافة اللعبة. طيب خليني أروح أنا الممدوح المرداسي عشان الحالات التحكيمية في هالمباراة. أنا لي بس يعني طلب واحد، أيوة. إنه يعني ما ودي يستبقون بالحالات لأن كده بتحترق الحلقة علينا. أنا مجهز الحلقات والآن يتكلمون فيها قبل يعني قبلها. الحاجة الثانية يعني ما أبغى الدخول بالذمم نهائيا، الأخطاء موجودة في جميع أنحاء العالم مش عندنا موجود هنا، ولكن يجب الدخول الذمم، هذا اللي ما نبغاه نهائيا صراحه. الان نبدا باللقطات، عندنا مباراه الفتح والاهلي، الحكم طبعا خالد الطريس الحكم الدولي، الحاله الاولى نشوفها نشاهدها الان، حصل هنا الان خطا بتهور، نشاهد الان الزاويه الثانيه، خطا حصل من مدافع الفتح، يجب انذار. الآن شاهدها حصل مهاجمة بتهور، يجب انذار مدافع الفتح للتهور. نشوف الحالة الثانية، أيوة نشوف الآن هنا تسلل طبعا المساعد الأول، نشوف الآن نشاهدها، نشوف هل القرار المساعد صحيح أو لا. الآن نشاهدها، نشاهد الآن وقوفه صحيح ولكن لا يوجد تسلل والقرار خاطئ. الآن نشاهد المدافع الأهلي أقرب إلى خط منافسه من الكرة. نعم، الحالة الثالثة، الحالة الأخيرة عندنا هنا برضو هنا حصل تهور، الآن هنا تهور قوي يصل إلى الطرد، يعني أعلى درجات التهور. يعني الآن لو الحكم هنا الآن استخدم الطرد الكرت الأحمر قراره سليم 100%. ونشاهد الآن لأن اللاعب الفتح لا يبحث عن الكرة، نشاهد الآن يعني لو طرد الآن هنا قرار صحيح 100%. طيب. طبعا خالد الطريس من الحكام الممتازين، ما فيه طبعا حالات عندنا، ولكن يجب انه يكون عنده ثبات في الهدف صحيح، يحصل على درجه 8. هدف الاهلي صحيح؟ نعم، هدف الاهلي صحيح، اي هدف الاهلي صحيح، مو كان فيه لمسه يد قبل او زي كذا؟ لا لا ما كان فيه، انا جبت الحالات المهمه، اذا معناته ما جبناه معناته القرار صحيح، والحكم يحصل على درجه 8.2. بس هدف الاهلي لازم نجيبه يوم الثلاثاء يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله، الحالات كثيره بنجيبها يوم الثلاثاء ان شاء الله. طيب من بداية هالموسم والشباب يعيش يعني صدمات متتالية، أول المفاجآت في موضوع العناصر الأجنبية اللي إلى اليوم ما شاركت، بعدها قضية أحمد عطيف، شيكات اللي ما نعرف بدايتها ولا نهايتها، أخرتها اليوم خسارة أمام الضيف الجديد الباطن، الفريق اللي لا عسكر ولا استعد ولا وقع ولا أي شيء. نشوف هدف الباطن.
يعني يعني متخرجين من مدرسة واحدة. يعني الزملاء حارة وكرة ملعوبة الآن. نتابع الآن الهدف البطمة والأول. الباطن الجميل من جمهور الباطن آمال شبابية. الكرة بتجال مرمى القائم متابعة شبابية. تأتي الكرة وإبعاد من بندر ناصر وخلاص خلاص خلاص خلاص. ثلاث نقاط تاريخية للفريق الباطن ثلاث نقاط. بكاء حسن معاذ ولحظات صعبة للشباب ولحظات تاريخية للباطن. الباطن يفوز. طيب أبو محمد باختصار شديد كيف تصف حال الشباب؟ حقيقة يعني وضع جدا صعب على المشجع الشبابي المحب لنادين يشوف وضعه بهذا الحال. أنا اتفق مع كل الاراء اللي ترى انه لا يمكن ان يكون الشباب عنده حلول ماليه. لو كان في حلول ماليه لتفادي في الازمه كان قدمت من الاسبوع الماضي من اللي قبله من فتره الصيف، لانه الاداره عارفه انه عنده حلول ماليه وما قادر يسجل. انا اشوف انه على الاقل يخرج بيان شبابي يقول لك انه ما في حد بيسدد عشان الاداره تتصرف. لكن هم الان عايشين على مسكنات على الوعود، والله اصبروا عضو الشرف بيجي يدفع، مدري مين بيجي يدفع، هذا بيحل المشكله. الحين مين اللي يصدر البيان؟ الاداره ولا مين؟ الشباب تعلم مسؤوليتها انه احنا ما في احد دعمنا كأعضاء شرف وما معنا حل الا ان احنا نستقيل او نبيع نجوم الفريق عشان نسدد الديون. طيب خليني اروح لابو عبد الله. ها ابو عبد الله ايش الوضع في الشباب؟ الوضع في الشباب يعني اكثر من مؤلم واحيانا يصل الى مرتبه يعني تتاسف وتتاسى على حال الشباب. فريق بطل يوم الايام بطل اسيوي، يعني يصل فيه الحال أن يتعادل في المباراة الأولى مع أحد المنافسين على الهبوط في الموسم الماضي وهو نادي القادسية، ويخسر من فريق صاعد هذا الموسم. هذا فقط يلخص لك الحال. نعم. أيضا سامي الجابر يعني كمن يعني على قولتهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فريق يعاني ماديا وبالتالي يعاني على مستوى استحقاقات اللاعبين، محبطين كما حدث في نادي النصر الموسم الماضي، أجانب لا يسجلون، وبالتالي أنا أقول على أصحاب المسؤولية في نادي الشباب من الأمير خالد بن سلطان وأبناء الأمير 5 أن يلتفتوا لهذا الفريق. وإلا أنا لا أقول بيان، مش بيان، ما تبي بيان أنت، عبدالله القريني أن يقدم ورقة استقالته يقول شكرا. لم يعني وصل فيه الأمر أن يمنع من السفر وأن يساق إلى المحاكم. والله هذه يقول شكرا، والله هذه كارثة، تفضلوا هذا ناديكم. والله هذه كارثة. يعني إحنا نبغى الناس صراحة الشخصيات على مستوى تكون موجودة في الرياضة، ولكن الوضع يعني مع الأسف صعب جدا. خليني أشوف مباراة الباطن والشباب يا كابتن. عندنا تقريبا مباراة الباطن والشباب بقيادة الحكم الدولي فهد العريني. أيوة. عندنا لقطتين فقط تقريبا في المباراة. الحالة الأولى الآن نشاهد الآن اشتراك مع حارس المرمى نفس مباراة النصر هزازي. الحكم هناك احتسب خطأ، هنا الحكم لم يحتسب خطأ. لا بد يكون فيه يعني ثبات في احتساب الأخطاء بين الحكام أنفسهم نفسهم. الآن نشاهد الآن لو المهاجم سجل هدف كان حصل مشكلة. شوف طبعا الآن حسب الحكم هنا حسب 6 دقائق وقت بدل ضايع والنتيجة 1-0. الآن لو سجل هدف التعادل والوقت الآن طبعا المباراة شاهدتها كاملة هذه، ما كان في ذاك الوقت الفعلي لاحتساب الوقت هذا الكبير يعني. طبعا الان طبعا حكم المباراه فهد العريني يحصل على درجه 8. ايوه طبعا فهد يجب يراجع نفسه للياقه البدنيه، يجب انه ينزل وزنه شوي حتى يواكب اللعب. والله الوزن مشكله يا كابتن، لازم ينزل وزنه. والله الوزن مشكله حتى المذيعين لازم ينزلوا. انا ادري ايش نسوي والله فعلا. يعني حكم الان الكره تغيرت، الان سرعه اللعب. معليش السؤال بس يا ابو. ايوه الكابتن ممدوح يقول لك ينزل وزنه، هو ما في اختبارات كبر للحكام يعني انه الوزن والسرعه وذا؟ ما في اختبارات عشان يتاهل انه يكون حكم في دوري جميل؟ طبعا في اختبارات، ما في شك في اختبارات، ولكن حتى بعد اختبارات ممكن تجتاز وزنك زايد، بس انت داخل الملعب تحتاج هالوزن، الرشاقه. طب الهيئه نفسها ما يقيمها المراقب انه هيئته يعني وزنه زايد انه المفروض ما يجتاز الـ 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 يعني التاهل؟ لا اذا ما اجتاز طبعا ما راح يحكم، ولكن هو اجتاز
اختبار لياقه بدنيه. بس ترى يا ابو محمد انت بعد سفرتك كبيرك شوي تخفف الوزن. لا والله نازل 9 كيلو. طيب الاتحاد اليوم قلب الطاوله على الخليج، صحيح انه الخليج عادل وتقدم لكن الاتحاد ما له امان رد بالثلاثه. فيلانوفا لقطة ترقب صمت، فيلانوفا يرسل كرة جول للتي، جول للاتحاد قبل 10 دقائق الأولى، صناع القرار عطوا القرار بالهدف الأول. الآن الخليج يتحصل على ركلة جزائية يعودون سريعا لأجواء المباراة لدى خالد العبود من الاتفاق. كرة الآن تحضير السالم في الجول، في الجول، الله يا ابناء الدانة، الله يا ابناء الدانة، يسجلون مبكرا يبدأون كما هي بداية الاتحاد. لاعب طيب قاسم علي، كرة يابينية ممتازة فيها جول، نعم جول الاتحاد، عودة الاتي، جاكم الاتي. نزول الأرضية ملعب بديل لعبد الرحمن الخامدي، كرة الآن بالرأس فيها جول، فيها جول اتحادي، الاتحاد يعود من جديد ويضرب بيد من حديد ليكون الجمهور سعيد 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 يا اتحاد، سعيد يا اتحاد. طيب ابو عبد الله باختصار شديد، الاتحاد اليوم كيف شفت وضعه؟ طبعا انا ما شفت المباراه بس الاتحاد اهم شيء حقق 6 نقاط، لكن كنت في اتصال مع صديق والزميل نزيه النصر. أيوة. نائب رئيس نادي الخليج قال لي النتيجه الطبيعيه كان المفروض اليوم تنتهي 10-2 للاتحاد. الله. يقول فريق الخليج بلا هويه، فريق الخليج بلا دفاع. أيوة. انا بالفعل واقف على هذا الوضع وكنت اتحدث معهم، الفريق الخليج يحتاج الى معالجه حتى لا يخسروا مكتسبات الموسمين الماضيين. طيب اسمع رايك يا ابو محمد. أول شيء مبارك الاتحاد، الفوز فوز مهم، 6 نقاط قبل انتهاء التوقف، هذا مهمة جدا للاتحاد. أيوة. الاتحاد عندهم عسكر في أسبانيا أعتقد صحيح كثير من الأمور، بس في مشكلة الاتحاد يحتاج إلى مدافع، عنده حلين، يا إما إنه يلغي عقد العكاشي ويجيب بداله لاعب محترف مدافع، أو إنه يجيب يتم التعاقد مع العكاشي ويجي لاعب محلي في أيوة. مركز الدفاع، عنده طيب. مشكلة كبيرة في الدفاع ولن يستمر كثيرا بهذا الوضع. طيب كابتن، إحنا عندنا 5 حالات في هذه المباراة لكن علشان الوقت راح نختصر الحالة اللي هي الأهم. اي حاله يا كابتن؟ اللي طبعا المباراه في قياده فيصل بلوي حكم درجه اولى وحكم واعد. نشاهد الان ركله جزاء لنادي الخليج. ايوه. لعب الكره باليد، تعمد لعب الكره باليد، وفعلا مسافه بعيده والكره ليست بوضع التشريحي، وركله جزاء والحكم كان موقعه زاويه الرؤيه كويسه واتخذ القرار الصحيح. هذه اهم حاله ممكن، هذه تقريبا اهم حالات. احنا عندنا يوم الثلاثاء ممكن تقريبا كثير من الحالات ان شاء الله، راح مباراه التعاون والهلال راح تاخذ يعني حيز كبير ان شاء الله. قبل ما اختم، الاتفاق فريق كبير وفريق ما هو جديد بالنسبه، لكن بعد المباراه شفنا فرحه، يعني كيف اوصفها؟ خلونا نشوفها ولو اني بوصفها. يلا يفوز في أول مواجهة بالنسبة له على فريق نادي النصر العالمي بهدف مقابل لا شيء بعد أداء وجمل فنية تكتيكية جميلة جدا في أرضية الملعب. مبروك من الأعماق لفريق نادي الاتفاق، هارد لك لفريق نادي النصر. الآن سأنتقل بالكلمة والصورة بعد هذا اللقاء المثير. طيب محمد الشيخ، اسمع تعليقك بسرعه على الموضوع. مبالغه فيها ولا لا؟ فرحه مش مبالغ فيها، فرحه أيوه؟ طبيعيه جدا، خصوصا بعد رباعيه الاهلي
كان الخروج من هذا العامل النفسي السيء مهم جدا، وما في احلى من ان تهزم فريق او مرشح بهذه النتيجه. طيب شكرا ابو عبد الله، شكرا حسن عبد القادر، ابو محمد شكرا لك. شكرا هلا. شكرا كابتن ممدوح المرداسي. احفظك شكرا. يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى. ترى حسن يعني راح يكلمنا يوم الثلاثاء بيقول وين مباراه تعاون الهلال؟ جاهزه موجوده مسجلين. يعني انا بقول له بحولك عليه. ها جاهزه موجوده او بحوله عليك؟ ما يحتاج موجود. طيب يعطيكم العافيه، شكرا لجميع طاقم البرنامج، اليوم اشتغل صراحه في ساعه واحده، ثلاث مباريات، لقطات، حالات تحكيميه، شكرا شكرا شكرا، في امان الله.